السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخوت خواتات كذلك أمتي الغاليات، شخباركم لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنكمل معكم تتمة الفيديو في أسواق السلام شارع العزيزية الشمالية بمكة المكرمة، وكذلك غنشارك معكم واحد المحل أي حاجة عنده من 5 ريال قريب من أسواق السلام. غتخرجوا من أسواق السلام غادي يبان لكم أي حاجة عنده من 5 ريال 10 ريال حتى 11 ريال، مناسب للهدايا للحجاج والمعتمرين. وكذلك شاركت معكم عدة محلات في أسواق السلام، ما شاء الله فيه محلات غالية فيه محلات رخيصة، كل واحد كيدير اللي مقسم ليه الله، وما شاء الله عندهم شي حاجة زوينة شي حاجة كشخة. بالنسبة للمحل اللي شاركت معكم قبل عندهم من 10 ريال 15 ريال حتى 25 حتى 50 ريال على حسب القماش والتوب. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش من لايك وتبارطاجيو القناة مع العائلة والأحباب للفائدة، وجزاكم الله كل خير يا ربي. 60 ريال اسعار صراحه مناسبه، وغنصور لكم سميه المحل. بالنسبه لي غادي جا قريب من البوابه رقم 3، تلفوا على يمينكم ها انتم شوفوا ما شاء الله شوفوا شوفوا ما شاء الله ها انتم احنا عمر دار الحمص شوفوا. وهادو على كم عندك يا اخي؟ هذا عندك 25 15. المهم انا صورت لكم محل، واذا عجبتكم شي حاجه جيو لي ما شاء الله. راه محلات بزاف بزاف كما كتشوفوا انتم شوفوا. هذا المحل خاص بالشنط، ندخلوا ليه. شوفي هذه الشنط كلها على عروض 59 ريال. شوفوا هذه الشنط من 59 ريال، موديلات فنين شوفوا تبارك الله. المهم حاولت نشارك معكم كل شيء، الشنط العبايات كل شيء كل شيء. هانت كما كتشوفوا هنا 59 ريال، عرض يجنن شوفوا تبارك الله يتجنن. هذيك هنا كان شوفي اللي هنا فيني شانيل، انا بقيت كنشوف والو دخت. ايوا كم سعرها هذه؟ 59. شوفوا ما شاء الله 59 عليهم، عضو اللي تحت 59 ريال. شوفوا تبارك الله اي مضيف من 59 ريال حتى هنا صح. شوفوا هذا العرض يبقى ايام الحج كله صح. شوفوا تبارك الله شوفوا تتجنن. شوفوا هذه مرة غزالة، تسعة وخمسين ريال. شوفوا تبارك الله شوفوا الموديلات، أي قطعة هنا من 59. شوفوا تبارك الله هانتوما حتى هنا 59 صح؟ كل شيء أختي هنا، أي شيء في المحل كل شيء كله 59. بالنسبة للناس اللي في السعودية شوفوا الطقم كامل ب 99 ريال حق القهوة وحق. شوفوا بالنسبة للمحل يقول لي أي حاجة فيه ب 59 ريال، أي قطعة هنا كما كتشوفوا ب 59 ريال. صراحة العرض خيالي يبقى حتى الأيامات العيد إن شاء الله. في حتى فيها لابتوبات يعني. إيه شوفوا ما شاء الله أنتم، بالنسبة اللي يبغى ياخذ شنطة ياخذ مع حديان كذا. أيوة شوفوا ما شاء الله اللي يبغى الطقم حديان مع الشنطة كم هنا؟ 118 59 59 كذا. شوفوا ما شاء الله حلو الوان ثلاثة الوان شو ما شاء الله انتم هذا كله ترى عندك في الموديل. شوفوا هذا الموديل كيف يعني عشان الإضاءة، أي حاجة أي حاجة شوفوها هنا من 59 ريال. شوفوا شوفوا وهنا كما كتشوفوا فين كتصورت لكم محل ياسمينة وهذا المحل. المهم هنا في واحد المحل كل شيء فيه من 5 ريال، غادي نمشي توا نصوروا لكم. شوفوا محلات بزاف وقصة، هي هذه اللي دخلت لكم شفتوا. ترى كلها قيصريات محلات ما شاء الله، وكتدخل داخل محل ما شاء الله فيه عطورات. المهم الخوت هذا المحل اي حاجه فيه من 5 ريال 75 هلاله. المهم كما كتشوفوا عندهم عطورات العود، وين اخويا العطورات ديال العود اللي كتكون قايبه فيها العود؟
شوفوا هذه شوف منها عطرات العود بالنسبه للناس اللي يبغوا العود حق الهدايا في هذه بالنسبه هذه المحله الخضره كيبيع بالدرزن شوفوا هذه النوعيه راها بالعود وهذه النوعيه حتى هي بالعود شوفوا كيفاش كتجي ترى كتاخذوا درزن فيه في 6 حبات شفتوا ما شاء الله الدرزن كم يطلع 34 ريال وبرضو في هذا كتشاركتوا معكم في السوق الكعكية حتى هو عندهم الأمير العود الحبة 6 ريال ونص برا ب 11 ونص ايوه شفتوا كيف وريني هذا شيخ زايد ما شاء الله عنده شيخ زايد عنده أمير العود عنده ما شاء الله كاع الناس اللي كيبغوا العود عندهم بالنسبة طلبتوني الطلب أنني نشارك معكم عطرات العود أنا جبت لكم هذا المحل ما شاء الله كل شيء فيه أنتم حتى العطورات اللي مش عود ما شاء الله عندهم عندهم المسك حبة بخمسة ريال شوفوا شوفوا هذه كلها حكا هدايا شوفوا تبارك الله ما يمكن ما كتشوفوا تبارك الله أكثرية الحجاج كيجيو يتقدموا من هنايا بالجملة نفس الشيء نفس أسعار ديال السوق الكعكية اللي كنشارك معاكم هانتوما الشيخ زايد في أنواع كثيرة في هذا النوع وفي هذا النوع إيوا صح هذه تيجي مسك كما كتشوفوا وهذه تيجي كذا عطر المهم شعلوا فيه مخلط الرغبة بالنسبة لي سولاتني بخمسة ريال هذه تاني 75 شوفوا بالنسبة للخوات اللي سولوني في التعليق نبغى عطر الرغبة هاي ما شاء الله عندهم شوفوا معايا ما شاء الله كل شيء عندهم في هذا العطر يقول صاحب المحل ريحته تجنن هذا هو بالنسبة اللي تبغي الهدايا تجي هنا عطورات كل شيء هانتوما هذا ايش هو بخور طيب في عندك مشلب شوفوا كادي المهم المحل هذا راجع قريب من سوق السلام اللي صورت لكم هانتوما قزاز السداسيه المهم انتم جيو ان شاء الله وافتحوا القاروره وشموا لناس يناسبتكم اشتروها وحتى فيه الالعاب ديال الاطفال كما كتشوفوا هذه تشكيله البخور يعني تيجوا تشوفوا النوع اللي يناسبكم وتشموه وشفتوا ان عجبتكم اشتروا اسعار مناسبه من 5 ريال العطورات حق البيت شوفوا كل هذه بخاخات حق البيت شوفوا ما شاء الله انتم شوفوا بخاخ البيت من 5 ريال انتم قبل ما تشتروا شموا في عندهم عطار شوفوا هانتوما عطار ما شاء الله عنده كل شيء وهذه كم عندك ب25 نفس الاسعار اللي في سوق الكعكيه وهنا ب10 ريال صح 11 ريال ونص حق الضريبه المهم هانتوما تشوفوا جاوي لبان المهم هذا المحل اللي مكتوب عليه 5 ريال كل شيء فيه وهذا القسم اللي شاركت معكم ديال العطورات هانتوما شوفوا هانتوما الخوت كيما ما كتشوفوا شوفوا ما شاء الله هانتوما السوق هذا ديال ابو 5 ريال فيه كل شيء عرفت نوريكم واحد الحاجه زوينه تشريوها شوفوا هذه ب 5 ريال زوينه الحمامات عزكم الله كتخلي واحد الريحه زوينه في الحمامات هنا في السعوديه كي حنا تنقولوا في المغرب الكافور بس هنا ريحته يعني زوينه ضروري كيديروا في الحمامات عزكم الله شوفوا هذا القسم خاص ب خاص ب هكا فواكه البطاطا كل شيء انتم ما شاء الله هذا بر ولا جديد 10 المهم كما كتشوفوا الخوت شوفوا هادو 22 هذه ب 20 ريال كما كتشوفوا الخوت راه محل كبير 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 ما شاء الله اكبر محل في مكه هانتوما محل خاص بالالعاب شوفوا الالعاب ب 5 ريال شوفوا اي قطعه هنا ب 5 ريال هانتوما كنسول باش انكم تعرفوا السعر يعني ما تقولوش لي بعدين وهذه بكم 30 ريال هذه شوف 5 ريال هنا هذه الخوت ب 11 ريال وهذه الجيب ب 5 ريال المهم
في قسم خاص بالعبايات انتم. شوفوا انهم 65 ريال. مهم العبايات الصغيرة ما شاء الله كبرن، صار فرع كبير من زمان ما جيت له انا. هنا التلاليج، التلاليج هنا ب 11 ريال. ترموسات كيف نقولوا احنا في المغرب، شوفوا هنا ب 11 ريال. كما كتشوفوا معايا اخوتي، كل ما بعدتوا من قيصرية السلام ما شاء الله كتلقوا محلات كثيره كما شاركت معكم ورخيصه ما شاء الله. وفين شاركت معكم المحلات قبل، انا دخلت من بوابه رقم 3 ما شاء الله، شاركت معكم محل اطيب السلام، شاركت معكم عده محلات بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتقداو كل شيء وساكن في العزيزيه وما كيبغوش يبعدوا ما شاء الله، شاركت معكم كل شيء. وكذلك في هذا المحل 5 ريال صراحه كنت بغيت نشارك معكم، ولكن مع انه اذن صلاه العشاء ما بقاش الوقت. المره الجايه ان شاء الله نشارك معكم ونكتشفوا اش فيه مع بعضياتنا ان شاء الله. ما تنسونيش من لايك وتبارطاجيو.